السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. شيخ مصطفى، سؤال، هل يكفر من يهم الكفار بأيديهم التي تخالف عقيدتنا؟ هذا ضال إذا كان يعتقد صحة ما يقول. أنا لازم أفصل لك يا أخي، في آيات الكفار فيها تفصيل، في آيات كفار تخصهم ليس لها يعني مستند في ديننا، لكن في آيات الكفار تخالف أصل ديننا. يعني مثلا الذين يعتقدون أن المسيح عليه السلام صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد ويعملون عيدا يسمونه عيد القيامة، يحرم تهنئتهم بهذا العيد، لأننا إذا هنئناهم نقر أنه صلب، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه. شخص ضال يا أخي، يا الله أعوذ بالله مش ترجيم، الحكم بالتكفير يحتاج تريث يا ناس.